بس ثانية. مراد فيني فوت لعندك؟ ثانية بس لألبس. أنا آسف كتير، عن جد بعتذر منك فتون لأنه تأخرت لك بالغرفة. يلا فيكي تلبسي هلأ بلا ما تاخدي برد. لا أنا تيابي مانهم بغرفة جان، قصدي يعني بغرفة التياب يلي فوق، هنيك أنا بحطهم بالعادة. أنا كنت جاي لهون بس لحتى أتشكرك فتون. ليكي أنت فيكي تحكي لي كل شي، بتعرفي ما هيك؟ بس أنا ما عندي شي لحتى أقول لك ياه، صدقني مراد. يعني نحن بصراحة ما عنا شي مخبينه عنك أو لازم نقوله. أنت عم تتوهم بشي مانو موجود بخصوص علاقتنا أنا وجان. بالإذن لازم روح لبدل تيابي. باي. أخذت من تيابك، ببعت لك ياهن. لا ما في لزوم. طيب تصبح على خير. الله معك يا فيقي. أنا بعتذر منك فتون، بسببي صار هالموقف. أنت منيحة؟ إيه أنا منيحة، أنت اللي كيفك. يعني عم بيجعني ظهري شوي بس أحسن هلا. سؤالي مو عنه، عم بسألك عن مخك اللي فوق. جان تركنا من كل شي، تركنا من كل شي مرق معنا. بس من وين طلع معك إني حامل؟ لك أنت جنيت شي؟ من وين طلعت بهالكذبة المجنونة؟ يعني كذبت كرمال نكون واقعيين. لك يا فتون منقول إنه كنا مفكرينك حامل وطلعنا غلطانين. صدقني أحياناً بندم كتير لأنه فتت معك بهالتمثيلية ووافقتك. فتون وقفي، لا تطلعي فتون وقفي. اوف فتون اوف جان اوف اللي شو صار لك؟ شنج ضهري، تشنج كثير. ايه وشو بدي اعمل هلا؟ بس افردي لي رجلي. فيكي تلبسي هلا بلا ما تاخدي برد. لا أنا تيابي مانهم بغرفة جان، قصدي يعني بغرفة التياب يلي فوق، هنيك أنا بحطهم بالعادة. لفوق لفوق لفوق. أوه. لك على بعضك قد الكمشة، بس حاسس انه عم بيمشي فوقي فيل. لك جان ابوك عنده اشهر مستشفى بكل البلد، برأيك منطقي تضل قاعد بالبيت وانا عم بدعس فوق ظهرك؟ حلو حلو، لتحت لتحت، ما بدي لا مشافي ولا غيره، خلص كملي، خليكي عم تدعسي علي. بتعرف شو؟ كان لازم اتركك لحالك انت عم تتوجع وتصرخ. كنت بتتصل بأبوك ولا كنت بتقعد مثل الولاد الصغار وبتبكي من وجعك؟ ما بعرف والله. آخ بس يلعن أبو هالقلب الطيب اللي عندي، قلبي ما بيطوعني يساوي هيك. لك يا الله منك، شو صار يعني إذا كذبت كذبة صغيرة؟ كذبة بيضة، هي اسمها كذبة بيضة، ما بتضر حدا. يلا اطلعي لفوق لفوق شوي كمان. رح يجينا ولد وقال أنا حامل ومن هذا الحكي، والأضرب متمني إنه يجينا بنت وصبي. حبيبي حبيب، جبنة ممكن حياتي، كرواسون، شوفي دب. فتون أي دب هاد؟ هذا اسمه نمر. إلك شو بتفرق؟ خدي بنتي تعالي لعندي لطعميكي شوي. أوه رح ناكل أطيب أكلة، يلا افتحي تمي. أوه يا شاطرة ماما، كنتي عم بتوسخوا بالعشب، إمتى رح نرجع على البيت؟ لازم بدلهم بسرعة. يا روحي ما فيهم شي، لسه بيتحملوا 3 أيام. ماما لو سمحتي ما فيني أطلع بهالتياب الوسخة. لك شو صار لك ابني؟ مانن وسخين ابنو، لف فرجيني. لك ما فيهم شي، خلصنا. اف ما دخلني، أنا بدي غيرهم. برافو عليك برافو. روحي لعند بابا لشوف. حبيبي مانن وسخين والله، نضاف. شو بشوفي هون قميصي كيف مبقى؟ لف. اوبا شفت انه لا وسخ عليهم ولا بقى. مشان لا تعمل لها هيك، لسه هلا اكل البنت. بدي اشلحهم هلا. ما تشلحهم حبيبي لو سمحت. برافو برافو. لك ما تطيرها هيك جان. هلا بدي اشلحهم هلا. لك ابني شو عملتي؟ ما تشلحهم. لك شو عم يصير معكم؟ لك شو هاد؟ شو عملتي لك بنتي؟ على فكرة هالبنت طالعة كثير بتشبهك، وهذا الولد طالع كمان بيشبهك كثير. ابني تعال معي، خلينا نروح نبدل القمصان. يلا روح ابني، ما فيهم شي تيابك، روح لعند ابوك. وحضرتك خدي بنتك. لا الله لا يقدر، مستحيل. فتون لوين رايحة؟ فتون الله يخليك ارجعي ساعديني، بدي اقوم لو سمحتي. فتون طيب نحن هلا تصالحنا ولا لا؟ على الاغلب تصالحنا. لك يا فتون كيف هلا بدي اقوم؟ جان شو هاد لوين راح؟ معقول يكون حمل حاله وراح لعند الدكتور من الصبح؟ ما شاء الله يا ستي، رح اطبع لك كروت مكتوب عليها معالجة الافتاء وآلام الظهر. مدري شو عمل لي هالمساج؟ مثل الفل، ظهري طاب على الآخر. كيف يعني؟ شلون طاب؟ طاب وخلص. مع اني ما بخفيكي ليلتي امبارح كانت صعبة شوي وتأهرمت لأني نمت على الأرض، كنت متشنجة شوي، بس الصبح فقت مثل الحصان، مثل ما انك شايفة فتون. امني ليكي فتون، بما انك انت عملتي معي معروف رح اعمل لك معروف. انت؟ الي انا؟ ومعروف؟ خير ان شاء الله. شو صاير بالدنيا؟ رح أعلمك السباحة اليوم. الحقوني عم بغرق. لا لك فتون تعالي، لوين رايحة تعي؟ لك تعالي لهون يا فتون، ما تخافي تعالي. ليكي أنا أستاذ شاطر كتير كتير كتير، ربع ساعة وبعلمك السباحة على أصولها. ما بدي أتعلم السباحة بنوب. لك كيف يعني ما بدك؟ القصة بسيطة كتير فتون، رح تكون مثل قصة البسكليت، أنت بس انزلي واتركي الباقي علي، ماشي؟ تعالي لك تعالي فتون، تعالي لك. خلص حل عني بقى، ما بدي فتون. اتعلم السباحة. تعالي تعالي. ولك يا فتون افتحي هالباب لشوف، مفكرة حالك طالبة بالروضة يعني؟ يا الله منك، إذا بدك بجيب لك فواشات بتحطيهم وبتسبحي فيهم. اسمعيني منيح، رح انزل البس شورت ورح اكون بالمسبح عم بستناكي، مفهوم؟ إذا ما بتنزلي رح أخبر أمي وقول لها البشارة كنتك حامل، سمعتي شو عم قول؟ اصحك تعملها؟ لا بعملها. يلا روحي بدلي ثيابك فتون وظبطي حالك وجيبي البطة البلاستيك تبعك وتعالي، تمام؟ جان استنى، اف لك وقف شوي يا جان، بس ما بصير تضل عم تهددني كل شوي والتانية، شو هالحالة اللي عايشين فيها؟ شو أعمل؟ ما عم تتركي لي حل تاني، أنت اللي عم تجبريني إني هددك. ليكي بدك تلبسي المايو تبعك ولا هلا بتصل بمرت عمك؟ اوعك تتصل فيها جان، ليش عم تحطني بهي المواقف؟ أنا ما بدي أتعلم السباحة أبداً، ليش ما عم تستوعب اللي عم قوله؟ تأخرتي كتير على فكرة. ليكو عم بيرن. الله يخليك لا تعمل هيك. كنتي كسرتيه فتون؟ يا ريته انكسر أحسن. شو رح تسبحي؟ رح اسبح. مديحة مديحة تعي، جان على التليفون. اسمعني جان، اصحك مرة تانية تهددني وتقول انك رح تتصل بأمك وتخبرها اني حامل، شو هالحركات البايخة هي؟ فهم علي، عن جد قصة هالحمل خنقتني، خلصنا بقى مثل الأولاد. تمام تمام، روحي البسي المايو تبعك ودهني واقي شمسي لأنه لونك مثل الجبنة البيضة فتون، يعني أحسن ما تنحرق بالشمس وتصيري مثل صدر الكنافة. مو معقول شو غليظ. ألو فتون بنتي، فتون ألو. شو عم تحكي هي؟ قالت حامل؟ معقول تكون حامل؟ يا الله، تك 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 شبك عمو، ما عم صدق. اهدى شوي، شو صار لك؟ شو عم تساوي؟ لك انت رح تصيري تيتا يا مديحة، نحن رح يصير في عنا حفيد. حفيد شو؟ ايه البنت حامل. لا مديحة مديحة، ناجية ناجية الحقيني، مديحة وقعت من طولها، الحقيني يا ناجية. لك شو هالمنظر هاد؟ ايه شبك؟ أنا مو صحبة مع المي أبدا. شو هالبرنس هذا طيب؟ معقول بدك تنزلي هيك على المي؟ والله إذا نزلتي هيك وغرقتي أنا ما فيني طالعك أبدا. طيب ماشي، دير وشك. كيف يعني؟ يعني لف وشك لورا. عن جد فتون أنت جاني على الآخر، ما أنت رح تنزلي على المسبح، ليش بدك يعني لف؟ اف خلص لف لورا وخلصني. رح تضلي طول عمرك مجنونة، خلص لفيت. ما تطلع. لك عم قلك ما تطلع، بقيت لك ها. Aşk böyle bir şey mi, bir şey mi? İçim karman çorman. Kendimle kalmaya alışık. Akan şu hayatla barışık. Yaşayıp giderken ne olduğumu şaşırdım. Kim kimle, kim kimle yanık. Anlat bana açık açık. Kim bilir ne olacak, ilişki durumu karışık. مديحة خانم، مديحة خانم، الله يرضى عليك طمنيني عني. مديحة خانم، مديحة يا بنتي. الحمد لله. الفصعونة طولها يا دوب 140. يا الله، بلكي جابت بنت وطلعت بتشبهها. يا ربي دخيلك. مديحة ليكي، شو رأيك بهالمناسبة نتعشى اليوم كلياتنا مع بعضنا؟ وتحسين أنا بتصل فيه وبخبره، وبنعزم الأولاد كمان، بنعمل له المفاجأة، وأكيد كنتي رح تنبسطي. ما بدي، مو طايقة أشوفها وأنت بدك تفاجئها. لك مديحة شو هالحركات، حاجتك بقى. يا الله، شو هالامتحان الصعب اللي حطيتني فيه، وشو هالبنت اللي بلتني فيها. يا ربي، معقول تعملي هيك بعد الخبر الحلو يا بنتي؟ معقول؟ عيب عليكي. عرفت شبكي، أنت مالك حابة تصيري ست للولد اللي جاي على الطريق، مو؟ اتركيني ناجية، روحي روحي كملي شغلك بالمطبخ. هي سنة الكون مديحة، كل ست إلا ما تختيره تصير تيتي. يا تيتي يا تيتي. حرام عليك عمو، حرام عليك، شو عم تساوي فيني؟ تحسين مرحبا، إلك عندي بشارة بتطير العقل. أنا تأخرت كتير، لازم حضر حالي وأطلع، اليوم عندي توقيع مع المعجبين. طيب روح، الله معك. ما قلتي لي أنت شو رح تعملي؟ رايحة لعند مراد، بدي أخذ له اللي كتبتهم، بس ما بعرف كيف رح أطلع بوشه بعد هداك اليوم. إيه معناها ما تروحي؟ برأيي روحتك رح تكون على الفاضي، يعني هو عم بيضحك عليك. جان، شو هالحكي السخيف هلأ؟ أنا وياه قطعنا مرحلة مهمة. قصدي بالشغل، مو شي تاني. فتون؟ بدي اسألك قديش بدك تضلك عنده؟ ما بعرف، يعني ساعة بالكتير، ما بطول. ماشي، منتعشى مع بعض اليوم، شو رأيك؟ نحن الاثنين بس؟ اي بس، شو فيها؟ أنا بعد التوقيع بروح على المطعم فوراً، وببعت لك العنوان بمسج. ماشي، اتفقنا. جان؟ ها؟ تليفونك. يلا جاي. مين عم بيتصل؟ جدك. أهلين جدي. كيف؟ عشاء عائلي عندكم بالبيت؟ كلنا مع بعض؟ أصلاً لو زبط العشاء كنت رح أتفاجأ. خلص جدي، مو مشكلة، بس أنا عندي شغل اليوم، عندي توقيع يعني ضروري، بس أطلع من هنيك بجي فوراً، وفتون رح تسبقني، تمام؟ الله معك، بشوفك، باي باي. التغى العشاء تبعنا. لو زبط عشانها كنت رح أتفاجأ. بكرة منزبطه. بكرة؟ نحن الاثنين؟ نحن الاثنين. إيه منروح. منروح. طالعة لفوق بدل تيابي. طيب معناتها لكان أنا كمان رح بدل تيابي. مرحبا. أهلين فتون، فيكي تتركي الملف على الطاولة وتمشي. كيف يعني؟ شلون اتركه على الطاولة وامشي؟ طيب مثل ما بدك. بشوفك بخير مراد. فتون؟ أنا ما عم بفهمك بنوب. صدقيني ما عم بقدر أفهمك. عم تخربطيلي عقلي. بشو لازم فكر؟ وكيف لازم فكر ما بعرف. لهيك فيكي تمشي هلأ. منحكي بوقت تاني فتون. انت فيكي تحكي لي كل شي، بتعرفي ما هيك؟ بس أنا ما عندي شي لحتى أقول لك ياه. صدقني مراد، يعني نحن بصراحة ما عنا شي مخبينه عنك أو لازم نقوله. أنت عم تتوهم بشي مانو موجود بخصوص علاقتنا أنا وجان. لو سمحت وقع لي إياها. تفضلي. شكراً كثير. معلش تعطيني صورة؟ كلك ذوق. شكراً. شكراً كثير لك. يا أهلين. يا خير معلمي، في عندك شي بعد هلا وأنا ما بعرفه؟ ها؟ شو؟ عنا عش عائلي مع أهلي أنا وفتون بعد ما خلص، أنت روح لهنيك المساء. عش عائلي؟ برافو عليكي يا فتون، عرفتي تفوتي على ليالي التكيين. فيني فوت؟ رفيف؟ ايه طبعا تفضلي. اهلا وسهلا. اشتقت لك مراد. تفضلي عادي. لا ما رح اقعد. صاير شي؟ انتي منيحة؟ هلا انا منيحة كتير، احسن من اخر مرة التقينا فيها انا وياك، يعني فيك تطمن وتريح بالك. هي هدية تعيد ميلادك مراد. يعني ما نسيتي. شكراً إلك. ليش إمتى نسيت هيك يوم؟ بصراحة أنا فكرت كتير بخصوص إني أجيب لك الهدية ولا لأ، قصدي بعد اللي صار بيناتنا. رفيف لو سمحتي. مراد لا تخاف أبداً، هالمرة رح أقول كلام مختلف تماماً. أنا فكرت كتير مراد إنه شو كان السبب بحبي الزايد لإلك، مع إني كنت بعرف إنه مالك معجب فيني وما بتشوفني بنفس الطريقة، وكنت بعرف إنك رح تجرحني كمان. وحتى وقت اللي لبستني وعرفت إنه خلص ما عاد يمشي الحال، لهداك الوقت أنا كنت مصدقة كذبة، وصار لازم حط حد لهذا الشي. وقد ما كنت بحبك مراد لازم أنساك وفكر بحالي. رفيف أنا ما في داعي تقول شي مراد، أنا قلت اللي عندي. يلا بخاطرك. آه قلبي مطرمط وما hangi kapıyı çalsam, bir an sen yanımdasın, saçlarımda tadındasın, sonra işte بعده بعده هذا بصير هيك. رجعوا لورا زفريدوا بعده، رجعوا لورا من بعد اذنك، بعدي هيك شكرا وانت بعدي هيك كمان. بتشكركم يا جماعه، بتشكركم للطف شغلكم. يلا بعده، شكرا لمحبتكم. بعده لي هيك بعد لو سمحت. شو ما اشترطوا سوا؟ لك ما بصير هيك معلمي. بدي اسالك سؤال. خير شو بدك؟ شو اخبارك؟ يعني انت منيح؟ امورك بخير؟ انا منيح عماد. يعني ما في مشاكل بنوب؟ قصدي بخصوصكم او بخصوصنا او انه عماد انت لوين بدك توصل؟ فهمني انا ليش لاتضايق بموضوع بخصكم انتم اصلا؟ الف حمد وشكر، الحمد لله يا ربي. اوف نسيت اتصل برفيف. شو هالنسوه هي الله. لك انت بدل ما تلعي هاللعي الفاضي ما تتفضل وتشتغل شغلك؟ الو اي رفيف، شو اخبارك؟ في مجال نلغي العشاء تبع اليوم؟ لانه رايحين لعند اهلي بالليل. شو بكي انت منيحة؟ مو عاجبني صوتك. طيب وينك؟ تمام تمام، انت خليكي هنيك انا جاي فورا. بالله لف من هون. شو ما عم تسمعني؟ بدنا نروح حبيبك دور. مو ناقصني غيرك بخلقتي. يلا لشوف، خلونا نزين البيت منيح. تعرفوا انه اليوم مو مثل اي يوم، خلونا نفرح قلب كنتنا اللي حتصير ام. اطلب قالب الجاتو اسماعيل بيك. طبعا ناجية خانوم، معقولة ما اجيب لها جاتو؟ بس اليوم بدي قالب الجاتو يكون مميز وله معنى، ما بدي اوصيكي. خلص خلص انت لا تاكل هم ابدا. ناجية خانوم شايفتك مبسوطة أكثر منا، ما عاد أعرف إذا الحفيد إلك ولا إلنا. أنا رايحة أشوف شغلي. إيه بيكون أحسن. يلا بنتي انت شو عم تساوي؟ عم شوف المجلة عمي. بدل ما تنفخي قلبي خدي انفخي هالبالون بيكون احسن. اليوم رحت لعند مراد، اعطيته هدية عيد ميلاده واعتذرت منه عن كل شي ساويته. عملت منيح ما هيك؟ ايه عملتي منيح، مع اني كنت متخيلة اني حبه طول عمري وانه نفتح بيت مع بعضنا وإني رح أعيش معه العمر كله، وإني أطلع بساعتي وأقول إمتى رح يرجع على البيت يا ترى؟ وبس يرجع يجي على البيت وهو حامل ورد مثل ما بيصير بالمسلسلات. يعني هيك على طول كنت أتخيل. بس أنا اليوم عملت الصح مو هيك؟ زدتي كل اللي صار معك ورا ظهرك رفيف، لأنه خلص صار لازم ترجعي لرفيف القوية يلي كلنا بنعرفها، ما هيك؟ معك حق، أنا صار لازم أرجع رفيف تبع زمان، لازم أرجع قوية مثل قبل. لك ليش تأخر هذا تحسين؟ ها؟ ليك وصل؟ ناجية، ناجية افتحي الباب وصل تحسينه، بسرعة افتحي الباب بسرعة. أهلين وسهلين تحسين بيك. أهلين فيكي. لسه ما وصلوا ما هيك؟ يعني أنا ما تأخرت؟ لا لا، ما وصلوا بس ما تقولي على وصولها، أنت وصلت بالوقت المناسب. تمام. الحمد لله. أهلين وسهلين تحسين. أهلين. شايف عمو إسماعيل؟ شايف قديش زوجي مزوق؟ جاية وإيده مو فاضية وجايب لي معه ورد إيد. مو إلك، أنا جايبهم لك أنت فتون. لك شو عم بيصير معك مديحة؟ بالظاهر غيراني يمكن نتبلخ. أنا تأخرت كتير، جان أكيد بيكون وصل. بابا حبيبي روق شوي، خلاص أهدى، شو صار لك؟ ليش يتأخروا كل هالقد؟ ها وصلوا 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 ليكون. ناجية ناجية اركضي افتحي الباب. ناجية مديحة مديحة وينك أنت؟ لك يلا افتحي الباب بسرعة. مديحة وينك؟ أهلين بنتي تفضلي. أهلين يا بنتي. أهلين أهلين جدي، شو هالزينة؟ تفضلي معي يا بنتي تفضلي. يلا تفضلي. هيد ميلاد مين اليوم؟ مفكرتنا ما بنعرف الموضوع. شو بدكم تعرفوا؟ يا البيبي. أي بيبي هاد؟ رفيف خانو قلي شو جنبك؟ في مجال ما تضلي قلبي خلقتك؟ بتحب احكي لك شي بضحك؟ لا. طيب اسمع فتون، قلت لك ما بدي. ايه بس شي بفر الضحك. اسمع لقلك، قال كان في رجال ومرته. ليكي بدي احكي لك نكته بتضحك. نكته؟ انت؟ اي انا. اسمعي، كان في رجال ومرته قاعدين ببيتهم، ماشي؟ المرأة قالت لزوجها: إذا أنا مت بيوم من الأيام، أنت يا ترى رح تتزوج علي بعدين؟ الزلمة قال لها: لا، شو هالحكي؟ أكيد ما رح أتزوج. المرأة قالت له: لا بتتزوج بتتزوج وأنا متأكدة. وقف الزلمة وصار يفكر بالموضوع. قال لها: مرتي حبيبتي، كرمال ما يضلوا الأولاد بدون أم، أنا مضطر إني أتزوج. قام زعلت كتير مرته وقالت له: طيب بس يا ترى رح تجيب لها ذنب مثل ما بتجيب لي لإلي دائما؟ الزلمة قال لها: لا، لأنه هي بتحب الجوري. تخيلي قال لها بتحب الجوري. الجوري لك طلع حابب قبل ما تموت مرته. لك فهمت، بس شو هالنكتة البايخة هي؟ ما بتضحك. شو هالحكي؟ بس برأيي بتضحك كتير. طيب ماشي، لا تزعل خلص، بتضحك وبتضحك كتير، حتى انه بتموت من الضحك. فتون حطي المخدة ورا ظهرك لشوف، حطيها. ها هيك احسن. ليلي لشوف قديش صار عمره. عفوا البيبي قديش عمره؟ بصراحة عمره تحسينه. لا تخجل للبنت. طيب فهمت عليك، لا تنسي تعطيني رقم دكتورك لحتى احكي معه بعدين. قلت دكتوري؟ ايه طبعا عمي. بهالفترة لازم تتغذي منيح فتون خانم، وانا حضرت كل هدول مخصوص لحضرتك. يسلم ايديك. صحة وهنا. صحتين وهنا بنتي الغالية، كل منيح مشانكن انت والبيبي. لازم تتغذي. صحة وهنا على قلبك مشان البيبي. رح يصير عنا حفيد. حفيد يا مديحة، بتصدقوا؟ ما عم صدق. جدي الله يوفقك، لا تبكي. أنا كتير مبسوط يا بنتي، وهدول دموع الفرح. دموع الفرح حلو كتير. يا ربي دخيلك ساعدني، شو هالمصيبة اللي وقعت فيها؟ جان والله لنتفاك. وينك؟ لك خطفته بكل معنى الكلمة. شو هاد؟ لك كتير تأخر الوقت، هيك ما رح يمشي الحال. كيف الشغل تحسينه؟ الو تعي لهون بسرعه، هي الحيه الصفراء ما غيرها، خطفت جوزك وما نو قدران يتحرك لمكان. تعي لهون وخدي لجوزك بسرعه. عماد انت شو عم بتقولوا تخبيص؟ وينكم انتو هلا؟ قلت لي بالبار وانا ليش لا اجي؟ فهمني، هو اللي لازم يجي لهون على بيت اهله. ايه اساسا الكل ناطرينه هون. ليكي فتون، اسمعيني فتون، سكرت الخط بوشي. ايه؟ العمى هدول وين اختفوا تركوني لحالي؟ جان مو قدران يجي لأنه مشغول، بيعتذر منكم. مو ناقصني غير هيك. مو مشكلة حبيبتي، نرجع كلياتنا بنحتفل بهالخبرية الحلوة مرة ثانية. ايه ليش لا؟ بتمنى إن شاء الله. معناتها شو ناطرين لسه؟ خلونا نفتح الشمبانيا بسرعة، يلا يلا. شو؟ ولسه في شمبانيا كمان؟ ناجية يلا جيبي الشمبانيا. حاضر تحسين بيك.